صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده في صباح يوم جديد، ونهارك سعيد النهارده. هنكون موجودين معاكم لمده ساعتين مباشره على الهواء. طبعا الفقرات بتاعتنا كالعاده متعلقه بالحياه السياسيه والاجتماعيه اللي بنعيشها في مصر، هيكون في فقرات متنوعه. هنسرد لكم بس الاخبار دي الاول. اصبح على دينا. صباح الخير يا دينا. صباح الفل يا ساره، وانا وساره وصباح سعد المشاهدين. طبعا في البدايه صباح الخير ونهاركم سعيد النهارده، يمكن 18/3/2014، يوم جديد ويوم سعيد على المصريين كلهم. انا وساره كنا عاملين نتكلم قبل الهوا على طول، احنا مش فاهمين الجو خالص، مش فاهمين الجو، احنا مش عارفين بقينا شتاء ولا صيف. بس ساره بتقول ان هي اتفرجت امبارح على التلفزيون، وممكن تقولي لنا ايه اللي شفتيه امبارح؟ حاضر. انا وانا بتفرج على التلفزيون امبارح سمعت رئيس هيئه الارصاد بيقول انه خلاص احنا في فتره انتقاليه، ولكن فعليا الشتاء يعني هينتهي كمان 4 ايام. حتى ده في فتره انتقاليه. ايوه حتى ده في فتره انتقاليه، ولعلمك هي لايقه جدا بقى مع الجو السياسي اللي احنا بنعيشه دلوقتي، لانه كل فصول السنه حاصله في شهر 3. صح، ده كل صحيح. فصول السنه من حر جدا لبرد جدا لمطر جدا لثلج جدا لثلج جدا، فده اللي احنا عايشينه. خلينا نبدا مع حضراتكم ونستعرض معاكم فقراتنا النهارده. بنبدا معاكم دايما في فقره الصحافه، بنختار لكم بعض العناوين طبعا اللي ممكن تكون بتشغل راي العام في مصر، وهيكون معانا الكاتب الصحفي المتميز مصطفى الاسواني وصحفي بجريده الشروق للتعليق على هذه الاخبار. دكتور عادل مدني طبعا دكتور معروف جدا، بنستفيد منه كتير جدا من خبراته، وهنتكلم معاه النهارده. هو استاذ الطب النفسي طبعا بجامعه الازهر، عاده بيكون معانا كده في نهارك سعيد الصبح عشان نفتح معاه مواضيع كتير خاصه بالحياه الاجتماعيه. وانتوا عارفين طبعا انه طالما في موضوع اجتماعي بالتاكيد هو متاثر جدا بالاجواء السياسيه اللي عايشينها دلوقتي، فان شاء الله كده نقعد معاه في الفقره دي ونحاول نستفيد منه باذن الله. معانا كمان النهارده دكتور اسامه عبد الحي ووكيل النقابه العامه للاطباء، والنهارده يمكن بنحتفل بيوم الطبيب 36، مناسبه مهمه عشان نفتكر مع بعض حال الاطباء، وكمان عشان نفتكر لكل، وطبعا كلنا كنا متابعين الاضراب الجزئي للاطباء. فطبعا احنا معانا النهارده زي ما قلت دكتور اسامه عبد الحي وكيل النقابه العامه للاطباء عشان تعليق على هذا الاضراب، ونتكلم كمان معاه عن يوم الطبيب والاحتفال في النقابة هيكون ازاي. دور مجلس علماء مصر ايه في التنمية الزراعية؟ مهم جدا ان احنا نعرف الموضوع ده، وخصوصا انه الفترة اللي جاية دي يعني الموضوع سد النهضة والمية والحاجات اللي بنسمعها، وطول الوقت في تصريحات شوية او مش شوية هو كتير متخبطة يعني في الموضوع ده، وحابين نعرف كمان الخطة، ايه الخطه اللي هتمشي عليها مصر، لان مصر دي اساسا بلد مفترض انها تكون زراعيه، ومفترض ان احنا نكون بنزرع حاجات كتير جدا. للاسف الشديد احنا عندنا يمكن بوار في الافدنة، عندنا كمان فلاحين كتير جدا ما بقتش هي دي شغلاتهم الاساسيه، مش عارفه ازاي. بس عموما دور مجلس علماء مصر ايه دوره بقى في الحكايه دي هنعرفه من دكتور احمد عبد الرحمن امين لجنه الاستثمار والتمويل العلمي، والاستاذ محمد عبد الصمد امين عام مجلس علماء مصر. طبعا حضراتكم تابعتوا عيد الفن اللي فات، عيد الفن اللي فات طبعا كان يوم الخميس، وكان الاحتفال بيه في دار الاوبرا المصريه، وكان عوده عيد الفن عوده للهويه المصريه والفن المصري والحياه عامه واصرار الحياه من المصريين. عيد الفن طبعا نقلته قناه نايل لايف، وكنا موجودين هناك لتغطيه الحفله. حصل موقف كده مش مفهوم بالنسبه لنا كلنا، واول امبارح اجتمعت لجنه الشباب المجلس الاعلى للثقافه لمناقشه عده قضايا، ومنها القضيه او الموقف اللي حصل للمطرب محمد محسن، مطرب جميل جدا وصوته رائع. اهم ما جه في البيان ده هو تنظيم حفل فني وطلب موعد عاجل مع الرئاسه، لان ببساطه شديده جدا محمد محسن كان المفروض يغني في حفله عيد الفن. انا بنفسي شفته في البروفات وسالته هتغني ايه، قال لي هغني قوم يا مصري. تاني يوم شفت محمد واحنا واقفين على باب دار الاوبرا عشان ندخل مع بعض. اي نعم كان في لخبطه كتيره جدا وكان في تصريحات كتيره قوي لسه ما جاتش، بس محمد دخل دار الاوبرا. محمد ما غناش ليه؟ هو ده اللي هنعرفه، وهنعرف حاجات كتيره جدا من الروائي اشرف عبد الباقي عضو لجنه الشباب المجلس الاعلى للثقافه. اوكي نبقى كده بقى نعمل ايه، نروح على طول عشان نشوف فاصل صغير كده بريك، نرجع منه على فقره الصحافه مع دينا.